البيت والإنجاز وقت الصورة ممكنة لاستقبالها بمباراة مرتقبة من كبيرة التعليق معكم فارس عوام. واليوم هو البداية والانطلاقة ومباراة هي الأولى في مرحلة المجموعات من البطولة الأغلى كأس العالم. الأرجنتين تواجه السعودية، نحن في انتظار مباراة كبيرة في هذه الجولة من ضمن المجموعات في كأس العالم. دائما ما نشير إلى أهمية البدايات والبدايات المونديالية لها فريق آخر. تخرج الكرة إلى ضربة مرمى. شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. فهد المولد عنده فرصة التمرير، فرصة كبيرة للتسجيل. ليونيل ميسي يتقدم بيعدي فيها فرصة الآن. تدخل بيريح الفريق. أليكس غارسيا. That's Alex Garcia. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب هدف لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. الله على هذه الكرة، الكرة في المرمى. نشاهد الهدف مرة أخرى. الله على التسديدة. أي تصويبة هذه الكرة قوية جدا، من المستحيل إيقافها. استئناف المباراة من جديد، وهذه المرة يتأخر المنتخب السعودي في النتيجة. افتكاك ممتاز في 18. أنخيل دي ماريا. ديبون. هجوم منظم من الأرجنتين الآن، لكن الخطورة تنتهي على عكس ما توقعنا. تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة. كوف بدل ضايع. إلى نهاية مجريات أحداث الشوط الأول، هنا صافرة النهاية. انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في كأس العالم. تدخل اللاعب يفقد الكرة. خطأ يحتسب وركلة حرة لنصيب المنتخب السعودي. يستعيد الكرة بهذا التدخل. صالح الشهري. حلو التدخل، يخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. شوف إعادة للهدف مرة أخرى. ما كان في مساندة، اعتمد على نفسه، على مهاراته، على إمكانياته، توغل في المساحات. هدف يسأل عن الدفاع، كيف يتركوه يقوم بكل هذا. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. المنتخب السعودي يحصل على ركلة حرة بعد هذا الخطأ. صالح الشهري. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. عبد الله مادو يتقدم بالكرة، راح فيها. فرصة خطيرة لبول. يا رب قريبة كانت، قريبة كانت.
باك المولد. باك المولد يقطع الكرة في مكان خطير. أربع دقائق فقط تفصل عن صفرة النهاية. سالم الدوس سريع، تدخل بشكل سريع، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. ينطلق بالكرة نحو المرمى. يا سلام على الهروب، لاوتارو وفرصة هدف.